الله أكبر الله أكبر. الحج الفاخر نوع جديد اخترعه المصريين، حج سبع نجوم، فيه تدليك ومساج وكوافير أحسن من الساحل ومارينا. والحج ده مخصوص للمصريين بعد ما اتفقوا مع شركة رجل الأعمال علاء محضر في السعودية علشان يوفر لهم حج فاخر من الآخر، ودي عبارة عن رويال سويت، يعني حج ملكي في أحسن فنادق مكة. أول دور بيطل على الكعبة مباشرة، يعني ممكن يحجوا وهم في مكانها. ده غير حمامات السباحة والفريق الفلبيني المتخصص في التدليك والمساج، وطبعاً كل ده علشان راحة الحجاج. أما الأكل ده بقى حكاية، لأنه بيجي لهم مخصوص بطيارات من فرنسا. بعد انتشار الأخبار دي مواقع التواصل انفجرت، وعلق آلاف المتابعين بسخرية وقالوا ده حج مقبول ولا مش؟ لكن شركة السياحة اللي تعاقد معاها المصريين في السعودية قالوا احنا عملنا كده علشان نوفر تجربة حج ملهاش مثيل وفيها راحة ورفاهية، واحنا كنا لازم نسأل هل انتوا شايفين النوع ده من الحج صح ولا غلط؟ مستنيين إجاباتكم لينا في الكومنتات. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، واستنونا في حلقات جاية كتير ومفاجآت أكتر من مباشر مصر. كانت معكم سالي حمدي.